من القاهرة اختتم امبارح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للمناخ بعد جولة في المحافظات للتعريف والتوعية بمشكلات التغيرات المناخية، وده طبعا استعدادا لحدثين مهمين كوي 17 واللي بتستضيفه مصر بعد إقامته في إيطاليا، وبرده كوب 27 اللي هتستضيفه شرم الشيخ الشهر الجاي. خلينا نتعرف أكتر على المؤتمر ودور الشباب واستعدادات إقامة مؤتمر شباب المناخ من عبد الله عماد، طبعا مؤسس المؤتمر المحلي لشباب المناخ والمدير التنفيذي لمنظمة أكتس. صباح الخير يا عبد الله. صباح النور. صباح النور. طبعا أنا عارفة أن مؤتمر الشباب المحلي دي نسخته الرابعة، والحقيقة يعني أنا مبسوطة جدا من الجهود التطوعية للشباب المصري، أن أنتوا ابتديتوا في 2019 حوالي 100 شاب وصلتوا دلوقتي ل 1000 شاب. الحمد لله. الحمد لله. كلمنا عن مؤتمر الشباب المحلي وكلمني عن منظمة أكتس. تمام جدا. خلينا أبدأ لك الأول، الفكرة بتاعة المؤتمر بدأت إزاي؟ أنا وشريكي حسام جوه منظمة أكتس اتقابلنا في بولندا بعد كوب 24، وكان عندنا نفس الباشن اللي احنا عاوزين نعمل حاجه فعلا للمجتمع المصري، خاصه لما سافرنا وشفنا المجتمع بره عامل ازاي في الجزء بتاع تغير المناخ. وبالفعل لما نزلنا مصر بدانا ان احنا ندور ازاي نعمل نسخه منه محليه، وبدانا فعلا في 2019 عملنا اول لوكال كوي ايجيبت، كان بالتعاون مع السفاره الالمانيه، وتم اصدار اول اصدار للنسخه بتاعتنا دي. بعد كده السنه اللي بعديها حصلت الكورونا، فالموضوع بقى اونلاين. السنه اللي بعديها عملنا مؤتمر الحمد لله كبير بالتعاون مع السفاره الهولنديه في الجريك كامبس، والسنه دي احنا قلنا هنجو مور فاردر، يعني نمشي اكتر شويه كمان، وعملناه السنه دي في الجامعه الامريكيه، مش بس مع سفاره واحده، لا احنا عملناه مع مكتب الامم المتحده في مصر، متمثله في اليو ان اف بي اي، اليونيسف، اليونسكو، دبليو اتش او، فاو وغيرهم. وكذلك عملناه مع منظمه اسمها سيف ذا تشيلدرن، عشان خاطر السنه دي احنا ضفنا جزء الاطفال كمان معانا جوه المؤتمر. المؤتمر ايه هو اهميته، او ليه احنا بنعمل مؤتمر شباب محلي اصلا في مصر؟ هو بيشتغل على ثلاث نقط اساسيه. اول حاجه هي ريز اويرنس اند كاباسيتي بيلدينج، اللي هو بنشر الوعي وبعرف الناس ايه هي المشكله الاول. لازم عشان خاطر تحل المشكله لازم تحددها الاول، فانت لازم تحدد ايه هي المشكله اللي عندك. فاحنا بنقول لهم يا جماعه مشكله تغير مناخ هي 1 2 3. المؤتمر بيكون عن طريق على يومين، كل يوم في ما يقرب من 15 سيشن شغاله في نفس الوقت، في عندك اربع اماكن تقدر تحضرهم في نفس الوقت. فبالتالي انا بديك معلومات كتيره جدا تقدر انت تاخد منها البدايه اللي تبدا تنطلق منها لو انت عاوز تشتغل في المجال ده. دي اول نقطه. تاني نقطه احنا بنحاول نشتغل على من ضمن اهداف المؤتمر هو النتوركينج، الناس تعرف بعضيها. انا بعمل اربع سيشنز في نفس الوقت، انت ممكن تكون عاوز تحضر اثنين منهم مش هتعرف تحضر واحده، فانت هتضطر انك تتواصل مع حد من اللي حضر السيشن الثاني عشان تعرف منه. كذلك الناس كلها جايه من كل حته من حوالين الجمهوريه. احنا السنه دي عملنا منحه كامله للناس اللي جايه من محافظات، اكتر من 100 واحد وفرنا لهم الانتقالات وفرنا لهم السكن، بحيث ان فعلا المؤتمر ده يكون بيمثل الشباب المصري من كل حته حوالين الجمهوريه. صحيح. احنا يعني ربما دي اشكال مختلفه جدا من المعالجات، ولكن لو قارناها بالمعالجات الخارجيه، يعني احنا عندنا النسخه الحكوميه اللي هي الكوب 27 او 28 اللي هتعقد في دبي، او 26 اللي عقدت في جلاسكو في اسكتلندا. طب ايه كوي اللي تعقدت في ايطاليا؟ ده مؤتمر اسمه مؤتمر شباب المناخ، ازاي بيتفاعل الشباب الاوروبي مع مثل هذه المؤتمرات؟ جميل جدا. ده هنقول هننقلنا النقطه الثالثه اللي كنت بقول لحضرتك، الثلاث نقط بتوع الكوي، وهي البوليسي بيبر. احنا بنطلع بورقه سياسيه لسياسه المناخ من الشباب المصري. الورقه دي بناخدها نحطها في حاجه اسمها كوي 17 او كوي عامه، اللي هو الجلوبال كوي بقى. احنا بنعمل لوكال كوي، في جلوبال كوي ده بيضم اكتر من 150 دوله، ده بتبقى تحت اشراف اليونجو، وهي المنظمه الشبابيه الرسميه للامم المتحده لتغير المناخ. تمام. وده بيكون المنظمه دي فيها اكتر من 16000 شاب وشابه شغالين في المجال دوت، واكتر من 2000 منظمه. المؤتمر ده بيحصل قبل الكوب كل سنه في المدينه اللي بتستضيفه الكوب بيكون موجود فيها. هو دلوقتي نسخته 17، طبعا الكوب نسخته 27، فهم يعني بعدينا بداوا بقى في النسخه العاشره. بالظبط. فخلال خلال كوي بقى احنا بنجمع كل اللوكال كويز اللي حصلت، يعني لوكال كوي مصر اللي حصل انتهى امبارح دوت، في زيه بيحصل في دول ثانيه، بنجمع كل الاوتبوت دوكيمنتس او المستندات اللي احنا طلعنا منها دي ونحطها في حاجه اسمها جلوبال يوث ستيتمنت. الجلوبال يوث ستيتمنت دي هي دي صوت الشباب
على مستوى العالم في اللي هيحصل في كوب 27. فبناخد هذه التوصيات وبنسلمها لمعالي الوزير سامح شكري رئيس كوب 27، وبدوره بياخدها للمفاوضات في كوب 27 ويقول يا جماعه ده هو رأي الشباب في اللي احنا هنتكلم فيه خلال الاسبوعين بتوع الكوب، يا ريت نحط ده في الاعتبار. وكذلك السنه دي طبعا تحت توصيات يعني او بالظبط. طيب يعني نقدر نقول لعبد الله ان السنه دي مختلفه تماما النسخه الرابعه، لان مصر هي اللي هتستضيف في شرم الشيخ مؤتمر كوب 27. عايزه اعرف منك، هل التوصيات او الاوراق المهمه اللي حضراتكم اشتغلتوا عليها على مدار اليومين، هل هتتحط مثلا في يوم للشباب لعرض وجهات النظر؟ هل على سبيل المثال هيكون مثلا في نموذج لمحاكاة المشاكل اللي بتعاني مصر منها في التغيرات المناخية، على سبيل المثال ان كل دولة وليها مشاكل مختلفة عن بعضها؟ جميل جدا. طبعا السنة دي مختلفة عن اي سنة، طبعا تحت وجهات رئيس الجمهورية. اهتمام الشباب السنة دي في كوب بزيادة. احنا عندنا اول مره حاجه اسمها كوب 27 يوث انفوي، دكتوره امنيه العمراني هي بتمثل الشباب في الكوب 27. عندنا يوم كامل للشباب جوه الكوب 27. عندنا لاول مره حاجه اسمها تشيلدرن اند يوث بافيليون، منطقه مخصصه بس للاطفال والشباب جوه البلو زون، جوه منطقه المفاوضات. فدي كلها نقط جديده جدا عشان خاطر مصر هي المستضيفه، فهي ركزت جدا على الجزء بتاع الشباب دوت. الجزء الثاني بتاع الريكومنديشن او التوصيات، احنا جوه اكتس فور سستينبل ديفلوبمنت، احنا مؤسسه غير هادفه للربح طبعا، وفي ناس اوريدي شغالين معانا، واحنا الهوست او احنا المنظمين لمؤتمر لوكال كوي ايجيبت. ومش بس مؤتمر لوكال كوي ايجيبت، احنا عملنا كمان مؤتمر على مستوى المنطقه شمال افريقيا ومينا ريجون، يعني اللي هي شمال افريقيا وميدل ايست، وكانت في دبي في وورلد تريد سنتر في الامارات. ده كله احنا بنعمله جوه اكتس. اللي بيشتغل على ده حاجه اسمها بوليسي ادفايزر، بياخد بقى الداتا دي، لان احنا كشباب لما نيجي نعبر عن راينا بنكتبه كده زي ما انا بتكلم معاكي يعني. بس عشان خاطر اوصله للناس اللي بتاخد قرار لازم الكلام يكون مكتوب بشكل بالظبط بالظبط. فالبوليسي ادفايزر بيحاول هو ياخد بقى يستقبل كل اللي الشباب بيقولوه، في سواء كان في اركوي سواء كان في الكوي، ويبدا اللي هو يصيغه بشكل ورقتين ثلاثه، بحيث اللي هو لما اجي اديه لحد زي معالي الوزير سامح شكري يبقى الموضوع فعلا على الليفل بتاع السياسات مش على الليفل بتاع الشباب. يعني خليني اقول لك ان قضيه تغير المناخ بشكل عام قضيه طبعا العالم كله بيهتم بيها، لكن انت عشان توصلها للشباب المصري او الفالنتيرز اللي هم المتطوعين اكيد بتاخد مجهود. يعني مش ناس كتير، الناس النهارده بتبقى مركزه في الاكل في الشرب في حاكل ايه في البطاله. انا بتكلم على الشباب المصري، طبعا في شباب واعي جدا وفاهم القضيه دي، بس انت ما بتبذلش جهد. يعني ازاي بتقنع الشباب دول ان هم يشاركوا؟ ازاي بتؤكد على اهميه رسالتك؟ سؤال فلسفي شويه ولا لا؟ سؤال منطقي جدا، لان انا بدات في المجال ده من 7 سنين تقريبا، وكان الناس في الكليه كنت لسه طالب كانوا بيقولوا لي اللي انت يعني بتعمل حاجه رفاهيه. يعني انا مش بقول حاجه غلط خالص، لان شايفين فعلا الموضوع ده رفاهيه، انا في اولويات عندي، في حاجات تانية مش شايل همها. لكن لما تيجي تبص على التقارير وتبص على الساينس او تسافر حتى مؤتمر زي كوب وتلاقي ناس فعلا فقدت اسرها، فقدت بيوتها، جزر بالكامل اختفت، تعرف ان الموضوع لا الموضوع بجد. احنا لسه شايفين من فتره قريبه باكستان نفسها حصل فيها فيضانات بشكل كبير جدا، هتكلفهم عشان خاطر يعملوا اعاده انشاء لده كله اكتر من 10 مليار دولار. فمشكله زي دي فعلا بتاثر على العالم، فعلا في ناس بتفقد حياتها بسبب التغيرات المناخيه. بتمشي معاهم واحده واحده ازاي؟ بنمشي معاهم واحده واحده ازاي؟ اولا بنوضح لهم، بنبدا لهم اول حاجه اللي احنا نوضح لهم بشكل مبسط خالص، يعني ايه كوي؟ يعني ايه كوب؟ ايه هو تغير مناخ؟ ايه الفرق بينه وبين تغير الجو؟ هل مثلا هو بس درجات الحراره؟ نبدا نجيب لهم ناس عندهم افكار جديده في توضيح الاشياء. يعني بدل ما انا اقول لك الحاجه، لا انا اعمل لك حاجه اسمها زي لعبه كده جيم، والجيم دي فيها كاردز، والكاردز دي بتقول كل واحد مثلا لو حصل كذا ايه اللي هيحصل، فانت تبقى انت في العقل اللاواعي عندك بتعرف ان ده بيحصل ده، ان لما بيحصل اكس بيحصل واي. لان في الاي بي سي سي ريبورت بيقول لك ان احنا عندنا في مع كل درجه حراره الارض بترتفعها بيحصل للاسف يعني اكيد مشاكل في التغيرات يعني المناخيه. طيب عبد الله، يعني مصر من الشمال للجنوب يعني فيها تنوع بيولوجي كبير جدا، وفيها عادات وثقافات مختلفه.
وطبعا المتطوعين كل في محافظة بيعاني بشكل من، على سبيل المثال مثلا سوء المعاملة في نهر النيل مثلا، في محافظة تانية هتلاقي مشكلة قش الرز، حرق قش الرز، هتلاقي مشاكل المخلفات والقمامة والنفايات. ازاي بتقدر تتعامل مع الشباب ان هم يحسوا ان دي مشكلة بتطالهم، والدور اللي منوط بيهم ان هم يغيروه على مستوى المحافظه مع اختلاف طبعا عاداتنا وتقاليدنا في كل محافظه؟ السنه دي احنا برضو كنا في لوكال كوي شركاء مع وزاره الشباب والرياضه، اللي يعني مجهودهم كان رائع معانا جدا، مش بس في المؤتمر الرئيسي اللي في القاهره لكن كذلك في المحافظات. احنا السنه دي بدانا لوكال كوي من 6 محافظات، فبدانا من سفاجه في البحر الاحمر، ثم بعد ذلك الأقصر، ثم أسوان، ثم الفيوم، ثم مرسى مطروح، ثم إسكندرية اللي هو آخر محافظة. خلال كل محافظة كان في أجندة مختلفة للمحافظة دي. بالزبط. لأن لما أنا بتكلم مثلا الناس على السواحل زي سفاجة مثلا، كنت بكلمهم أكتر حاجة عن السياحة البيئية، بكلمهم أكتر حاجة عن أنت لما بتطلع مثلا تصطاد فبتلاقي إن مفيش سمك في مكان. بالظبط. يعني كنت لسه بقول ده مثال جميل جدا، اللي هو انت جدك وابو جدك والعيله كلها كانت بتصطاد في الحته دي، جيت انت بتروح تصطاد لقيت مفيش سمك، فده مش معناه انك انت نحس، لا خالص، معناه ان في حاجه حصلت، في تغيرات حصلت سببت ان السمك مبقاش يعيش في البيئه دي. فلازم انت تكون فاهم وعندك الوعي بده. لو جينا ننتقل مثلا لمنطقه زي اسوان، اسوان فيها اكبر مكان للطاقه الشمسيه، فاتكلمنا عن الطاقه الشمسيه، اتكلمنا كذلك برضو عن السياحه لان في سياحه في اسوان والاقصر. لما جينا ننتقل بقى للاسكندريه ومرسى مطروح، اتكلمنا عن البحار والمحيطات عشان خاطر طبعا كنا عرفنا ان لو العالم عدى 1.5 ديجري اللي هو ارتفاع باريس كانت بتنص على 1.5 درجه مئويه، لو عدينا حاجه زي كده ممكن يعني اسكندريه تغرق والناس تيجي تصيف عندنا في بنها يعني. بالزبط. فطبعا كل الشواطئ بالظبط. فطبعا كل دي سيناريوهات لازم اهل المدينه نفسها يكونوا عارفينها، عندهم وعي. بالظبط. فطبعا كان كل محافظه ليها التوبكس او ليها المواضيع الخاصه بيها. ولفيت كم محافظه على هذا الاساس، واقنعت كم شاب من خلال جولاتك؟ قدرت تحشد قد ايه يعني؟ انا احكي لك حاجه بسيطه جدا، انا بدرس ماجستير بتاعي في المانيا، بقالي سنتين بدرس ماجستير بتاعي في المانيا، فنزلت من المانيا اول يوم كان عندي اجتماع مع رئاسه في ايه الكوب. في الماجستير بتعمله في الهندسه البيئيه؟ ديجيتال انجينيرنج. ديجيتال انجينيرنج مجال ملهوش علاقه بالتغير المناخي؟ لا طبعا له طبعا. انا مهندس مدني، انا مهندس مدني اصلا. فبدرس ديجيتال انجينيرنج لان الديجيتاليزيشن هو بيقلل اي حاجه. يعني انا قبل ما انزل على مصر، قبل ما انزل مصر يعني، كنت شغال في هايدلبرج سيمنت، فهي شركه بتاعت اسمنت فبتضر البيئه جدا. تمام. بس عندهم حاجه اسمها نت زيرو بلان، اللي هم عاوزين يوصلوا اللي هم خفض الانبعاثات. الانبعاثات. فكنت شغال في حاجه اسمها اكسبرت سيستم ديفلوبر، وده بيحاول اللي هو يقيس نسبه الكربون اللي بتطلع من عشان يقللها. بالظبط. بيعملها كاستمايزيشن. فعن طريق ايه؟ ان انا بعمل ديجيتاليزيشن للسيستم كله. السيستم كله بقى شغال بدون ما يحدد بشكل رقمي فيه. بدون يعني بشكل ذاتي هو بيقيس نفسه. بيقيس الكرانك اللي داخل او بيقيس الماده اللي داخله. بيقيسها عن طريق اللي هي لايف على طول. يعني في نفس اللحظه بيعرف ايه الكميه اللي داخله، بحيث ان هو يقللها او يزودها عشان يقلل الانبعاثات اللي بتطلع، وفي نفس الوقت يحافظ على الكواليتي. نرجع لسؤال. فانا كنت راجع من زي ما قلت لحضرتك، رجعت من المانيا اول يوم حضرت كوب 27، نفس اليوم بالليل سافرت سفاجه، تاني يوم على طول بعديه سافرت الاقصر، تالت يوم كنت في اسوان. فالبلان دي كلها كانت مش اسهل حاجه، كانت صعبه جدا، بس انت لما تشوف الناس اللي موجوده هناك والناس اللي منتظراك والناس اللي فعلا كان نفسها تشوف حاجه زي كده، تبقى مبسوط ان فيها. مبسوط جدا طبعا. احنا بالنسبه للمحافظات احنا وصل لنا اكتر من 500 يعني حد مقدم. بخصوص المحافظات يعني يا عبد الله، انتوا بتجوبوا المحافظات من خلال على سبيل المثال قوافل، يعني بتعملوا زي قوافل وبتقابلوا مثلا الناس على اختلاف اعمارهم، على اختلاف مثلا مستوى تعليمهم؟ وزارة الشباب والرياضة قدرت تيسر لنا حاجة زي كده. كويس قوي. بالتعاون طبعا مع الكرفان اللي كان طالع من اليونسيف. فاحنا عملنا حاجة زي مراكز الشباب نفسها بقت هي دي المكان اللي احنا بنتجمع فيه، وكذلك الناس اللي في كرفان اوريدي بيبقى بيتحرك، فاحنا عملنا المواعيد بتاعة المحافظات مع مواعيد الكرفان عشان يبقى المومنتم عالي، أو يعني تبقى القوة الحاشدة أكبر. واخترنا 50 من كل محافظة من الناس اللي هم فعلا مهتمين،
حاولنا طبعا واحنا بنختارهم اللي يبقى فيه نسبه البنات تكون برضو متواجده خاصه في الدول في الصعيد في يعني محافظات الصعيد مثلا بالزبط. او اللي فيه عادات وتقاليد شديده بالظبط. وفعلا عاوز اقول لك في اسوان كان في عدد البنات اكتر من الولاد اصلا فانا كنت مبسوط جدا من حاجه زي كده. فاحنا زي ما قلت لحضرتك احنا وزاره الشباب والرياضه ساعدتنا في حاجه زي كده جدا. كذلك الكرفان كان بنعمل سينكرونايزيشن معاه يعني كان مكان ما هو يكون موجود كنا احنا بنكون موجودين عشان خاطر يبقى فعلا كل الفعاليات عن تغير المناخ في نفس الوقت فالناس تحس فعلا بمدى اهميه الموضوع. ومعانا اليو ان ومعانا الوزاره فالموضوع بيبقى له ثقل. اخترنا 50 واحد ل 100 واحد من كل محافظه فاحنا ما يقرب من 500 واحد خلال الست محافظات دول تم تعليمهم او توجيههم ايه هو تغير المناخ. ولاحظتوا ان يعني طريقتهم في الحياه اختلفت يعني بقوا اكتر يعني حفاظا على البيئه. احنا عشان خاطر نتابع حاجه زي كده عملنا حاجه اسمها اكتس كوميونيتي وده احنا كجو اكتس يعني الشباب كانوا بيلفوا المحافظات فقلنا احنا عشان نتابع مع الناس دي مش نعرف نوصل لهم تاني فعملنا لهم جروب على الفيسبوك عادي خالص بحيث ان هم يقدروا يتواصلوا مع بعض يقدروا دايما يفكروا بعض لو في اي فرص قدام مثلا حد في اسوان لحد في مرسى مطروح يقدر اللي هو يتواصل من خلال هذا الجروب وده طبعا ممكن ليه على الصفحه على الفيسبوك بتاعت اكتس سستينابل يعني. الحكومه بتنتظر منكم صانع القرار المشاركين في كوب 27 بينتظروا ايه من شباب زيكم؟ يعني انت متوقع تديهم ايه ومتوقع ان هم ياخدوا ايه؟ وهل كان في امثله سابقه انتوا عملتوا فيها جهد او قدمتوا فيها بيبرز واستفادوا فعلا من اوراقكم؟ ده سؤال جميل جدا. انا الحمد لله بحضر كوب من اول كوب 23 يعني انا بحضر بقالي 4 سنين او ثلاث سنين الكوب وكذلك الكويس بحضر من كويس 13. عاوز اقول لحضرتك ان الجلوبال يوث ستيتمنت في السنة اللي فاتت خلينا ناخد أقرب سنة في السنة اللي فاتت كان فيها أوديت يعني كان فيها تقييم للديسيشن ميكرز الناس اللي بتاخد قرار أصلا هل انتوا نفذتوها ولا لأ. تمام. وده بيحصل في اليوث داي يوم الشباب بيسمح رئاسة الكوب طبعا بتسمح للشباب اللي هم يخشوا في خلال اليوم دوت بحيث اللي هم يقعدوا مع الناس اللي هم فعلا اتخذوا القرار بعد ما بدأنا الكوب ويشوفوا الورقة دي وصلت لحد فين لأن احنا في الآخر احنا بنسلم توصيات وبنسلم طلبات للشباب اللي هم هيعيشوا وهيتاثروا اكتر بتغير المناخ. كل الناس اللي عايشه دلوقتي او الناس الديسيشن ميكرز خلاص هم اوريدي يعني خلصوا المشن بتاعتهم لكن انا بتكلم دلوقتي مش عليا حتى بتكلم على اطفالي انا بتكلم على احفادي بعد كده في المستقبل الناس دي هي طبعاً. اللي هتعيش الاضرار. احنا النهارده 1.1 ارتفاع في درجه الحراره وباريس اجريمنت كان بينص اللي احنا عاوزين نحافظ على 1.5 فلو ما حافظناش على 1.5 هيبقى فعلا الحياه مش تبقى احسن حاجه. فاحنا بنخش الكوب بيبقى في يوم الشباب في الكوب بنخش الشباب يخشوا يبداوا اللي هم يتناقشوا مع الناس الديسيشن ميكرز صانع القرار بحيث ان هم يتاكدوا ان فعلا طلباتهم وتوصياتهم هتوصل في مكان وصلت وفي طريقها للتنفيذ يعني اذا كانت طبعا كلها عمليه أكيد يعني بتمنى لكم طبعا كل التوفيق وكل الشكر للمتطوعين معاك في مؤتمر الشباب المحلي وان شاء الله يعني النسخ القادمه تكون عددكم ان شاء الله وصل ل 2003 باذن الله. شكرا جدا عبد الله عماد مؤسس مؤتمر الشباب المحلي والمدير التنفيذي لأكتس. نورتني يا استاذ عبد الله.